لن يقول شيئا للمدخن، بالعكس سوف يشجعه على هذا العمل. السب والشتم كان في مرحلة من المراحل أمر غير جيد، لو كان المجتمع يشجع على الفساد لن يصبح السب والشتم أمرا سيئا. لو الإنسان شتم وسب سينظرون له نظرات عادية، فهو لما يرى المجتمع يتقبل سلوكه فيبقى الابن محافظا على هذه الأشياء إذا تعلمها. لو الأستاذ في المدرسة ما قال له شيئا، الداعية ما قال له شيئا كذا، فتبدأ تنتشر المفاسد. في حين بالمجتمعات القديمة كانت هاي الأشياء لها قيمتها ولها عمقها، الوالد كان له هيبة في البيت، فإذا منع أولاده من أي شيء يخافون ويمتنعون عنه على الفور. فلما يأتي الأب لا يلوم، والمجتمع لا يلوم، والأستاذ في المدرسة لا يلوم، والشيخ والداعي ما عاد له قيمة ولا يلوم، ماذا يصبح وضع هذا الجيل الجديد؟ يبدأ يقتبس الأشياء، خاصة مع أنه العولمة وكون العالم أصبح قرية صغيرة، فتبدأ تنتشر الأشياء السيئة ولا يوجد من يقول لهذا الجيل أنه والله هذا خطأ وهذا صح.